للتعرف على عظمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما اخترنا عنوان الرسول الأعظم في الأصول والمتابعة، بمعنى في القرآن والسنة والآثار الدارسة، كنا نريد أن نقدم رسالة خالدة نتعرف على عظمة هذا الرسول الكريم، ليس فقط نسمع ذلك من رجل غربي كتوماس كارمين أو لامارتين أو غيرهم الذين كتبوا عن عظمة الرسول، ولكن نحن نعرف هذا معرفة حقيقية. الرسول الكريم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم يقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا قبل. ومعلوم عند علماء اللغة الذي هو سيد الناس وسيد مخلوق، لأن الآخرة أعظم وأكبر من أن تقاس بما هو في شخصه. وفي هذه الندوة المباركة سنحاول أن نقدم هذه الخلاصة حول معرفة عظمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظمته كما أشار إليه القرآن الكريم، كما أثنى عليه بقوله تعالى: إنك لعلى خلق عظيم، وعظمته في السنة بما رواه الأئمة، وعظمته في كتبه الذي نجا من بعده، وأخص بالذكر كتابين هامين: الأول للعلامة القاضي عياض في كتابه الشفاء، والثاني الذي كتبه الإمام السهيلي عن سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتبديل. هذه ممكن أن تضاف للمتابعة. ثم عندنا مقالة خاصة عن عظمة الرسول كما كتب عنها يعني المصيحون الذين كتبوا عن رسول الله، وهذا أمر ستكمله وسيتعلم أعمال المتقدمة. ثم بعد ذلك حاولنا أن نستخرج من بطون الكتب كتب مغاربة الذين درسوا سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نبين قيمتها ونبين محبة المغاربة لهذا النبي العظيم. من خلال ذلك حاولنا أن نبين أن هذه السيادة التي نطلقها نحن نطلق المغاربة عند التلفظ باسم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن لا نستحي أن نقول قال محمد، لكن نقول هذا أثبتناه بالدلائل القاطعة لما جاء به وأكتبه فقهاؤنا المالكية من المالكية الذين استجاجوا أن تثبت هذه الكلمة الطيبة سيدنا لكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه أصول هي غائبة عن كثير من الناس. نحن نشهد أشياء أخرى من الطيبات، نحن في حضرة مولانا رسول الله في هذا اليوم الأغر البهيج. أسأل الله أن يوفق أعمالنا وأن يسدد خططنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اسمك دادور رئيس المجلس. شكرا.